مرحبا واهلا بكم في برنامج داخل واشنطن معكم مضيفكم روبرت ساتلوف الى اي درجه تفيد السياسه الرقميه ديمقراطياتنا السياسه هذه الايام تكاد كلها تدور على الانترنت يعلن المراشقون عن خطاتهم من خلال فيديوهات على اليوتيوب ويجمعون التبريات عن طريق التمويل الجماعي ويخاطبون الناخبين على تويتر. حتى يركزون على شبكة الإنترنت بإعتبارها آلية تقويد لديمقراطياتنا كما فعل الروس عام 2016. هل هذه التكنولوجيا في صالح ديمقراطياتنا؟ أم أننا تخسر الجانب الإنساني الذي لا غنى أنه في نظامنا السياسي لمناقشة العلاقة بين التكنولوجيا والسياسات في أمريكا اليوم يسوري أن راهب من أكثر المراقبين لعالمنا الرقمي تمأنا في أخواله وهي الكاتبة والخبيرة كريستينا بودنر. اهلا بكم مجددا في برنامج داخل واشنطن. انه عالم جديد على المنابر الانتخابيه، قد يذهب المرشحون الى معرض المقاطعه في ايوا، ولكن الاهم من ذلك بكثير هو نشر الفيديوهات على يوتيوب والتواصل مع انصارهم عبر تويتر ولمناقشه السياسات الجديده والتقنيات الجديده للسياسه. يسرني ان ارحب بكريستينا بودنار، اهلا بك يا كريستينا. شكرا على هذه الدعوه. اذا السؤال الكبير كيف غير العالم الرقمي شكل ديمقراطيتنا؟ بطرق لا تعد ولا تحصى في الواقع اذا نظرنا الى العقد الاخير او نحوه نرى التداخل والتشابك قد زاد بين الديمقراطيه والعالم الرقمي بشكل مذهل والمثير في الامر بالنسبه لي هو انه بدايه من مرشحين وصولا الى ما يجري في عالم الاعمال التجاريه الى ما يجري مع القوى الاجنبيه وعموما مع الكيانات الاخرى التداخل والتشابك كبير بينها هذا امر يثير دهشتنا البالغه التي قد تصل احيانا الى حد الصدمه ان صح التعبير لما يحدث اليوم. اذا هي بعض النقاط او الجوانب الايجابيه وبعدها سننتقل الى السلبيه منها ولكن ما هي بعض الجوانب الايجابيه لهذا العالم الرقمي الجديد من الديمقراطيه؟ الامر الرائع انه دون سابق انذار اصبح مثلا بامكان المرشحين سواء في الانتخابات القوميه او الانتخابات المحليه التواصل مباشره مع جماهير ناخبيهم. يمكنهم التواصل فردا لفرد ومن الواضح انه يمكن للمواطنين التواصل مع ممثليهم بدورهم هناك الكثير من الامور المتعلقه بالحقوق المترتبه على التعديل الاول فيما يخص حريه التعبير اذ هناك امور ايجابيه كثيره تحدث الكثير من التفاعل فردا لفرد والكثير من الحملات الشعبيه المتكامله والفرص السانحه هنالك وبالتالي تحدث الكثير من الامور الطيبه ولكن في الوقت نفسه كما قلت لا يخلو الأمر من بعض المساوئ كذلك من المضحك أنك تقولين أن التواصل يكون فردا لفرد لأنني أعتقد أن رد الفعل الغريزي لدى معظم الناس هو أن العالم الرقمي يفصل المرشح عن الناخب بدلا من التفاعل وجها لوجه وما ينطوي عليه من مصافحة بالأيدي أو إحت. أود أن أقول أننا نعيش في عالم متكامل القنوات هل كررتي ما قلتي؟ لا نزال بحاجة عالم متكامل القنوات متكامل القنوات؟ الفكرة أن الأمر لم يعد يقتصر على كونه عالم رقمي، إنه عالم متعدد القنوات، أو إن صح التعبير، تتعدد به طرق التواصل مع الناس. ما تزال هناك مصفحات بالأيدي، وما يزال الناس يحتضنون الأطفال الرضع، ولكن يوجد كذلك مرشحون يستخدمون سناب شات، وهو أمر مدهش قليلاً، أو أظن أن واحداً منهم يستخدم سناب شات، ولكن على تويتر وعلى فيسبوك وعلى يوتيوب، إذاً يتواصلون بكل تلك الطرق. ولكن ايضا من خلال وسائل الاعلام التقليديه كالاذاعه والتلفزيون الى اخره. وبالتالي مع كل تلك الطرق المختلفه التي يحتاج المرشحون الى التواصل من خلالها بل ويتواصلون من خلالها فعلا بدرجه ما هناك منهم من يحقق قدرا اكبر من النجاح او في بعض الحالات الاخرى منهم من لا ينجح بنفس الدرجه. واعتقد ان هذا حقا نموذج مثير للاهتمام يجسد موقفنا الحالي. لانه قدر ما تتوافر من فرص سانحه توجد كذلك مخاطر وتوجد اخطاء فهي لعبه عادله اذا ما هي بعض النقاط السلبيه بعض مخاطر انخراط المرشحين في العمل السياسي من خلال العالم الرقمي كوني قد بدأت في العالم الرقمي منذ عام 1997، فمر عدد من الأعوام على ذلك، تجدني أهتم بمراقبة المرشحين لأنهم ما يزالون يتولون الأمر وكأنما ما نزال في الفترة ما بين 1998 إلى 2000، إذ أطالع كثيرا من مواقعهم الإلكترونية لا أجدهم يكتبون بلغة واضحة يمكن لكل مواطن فهمها، وهذا أمر يسترعي الانتباه. لأن حكومتنا تطالب بأشياء من قبيل اللغة الواضحة بمعنى إمكانية مخاطبة المواطن العادي والشخص العادي. معظم المواقع الإلكترونية في الواقع كما أشارت مجلة تايم على حد اعتقادي قبل ثلاثة أسابيع لا يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الوصول إليها مما يعني أن الأفراد الذين يعانون من إعاقة سواء سمعية أو بصرية أو ربما حركية لا يمكنهم في الواقع الوصول إلى المعلومات التي يحاول المرشحون طرحها. وبالتالي بالنسبه لي هذا امر من المذهل حقا ان اتابعه لانني اذ انظر الى الامر من منظور التطور الرقمي اجد المرشحين متخلفين عن مواكبه هذا التطور من نحو 10 الى 15 عاما يا له من امر شيق فيما يخص استغلال الامكانيات الرقميه وانا اعرف ان الكل يتحدث عن تويتر ويوتيوب وفي بعض الاحيان لينكد ان ولكن بالتاكيد فيسبوك كلها وسائل مهمه حقا ولكن في نهايه الامر طرح معلوماتك بطريقه يمكن لكل مواطن الوصول اليها ومحاوله التعرف اكثر على ما هي الرؤى التي تقدمها وما هي مبادئك ومثلك، تلك هي العقبات التي تعذر على كثير من المرشحين تجاوزها. هذا مدهش، اذا كم تبلغ كلفه اطلاق عمليه رقميه من الطراز الاول؟ يمكن ان تكون بلا مقابل بناء على من تستعين بخدماته ويمكن ان تزيد الكلفه قليلا. أي موقع إلكتروني أساسي قد يتكلف إطلاقه ما بين 10 إلى 15 ألف دولار. إذا كنت تحاول أن تطلق موقعا متميزا من كل الأوجه فنحن نتحدث عن مئات الألوف من الدولارات، ولكنني أعتقد أن الأمر لا يتعلق بالمال ومدى التقدم التكنولوجي في المواقع الإلكترونية قدر تعلقه بالمحتوى الذي تطرحه وطريقة طرحك له. إذا كنت أتحدث عن أمور من قبيل إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أن هناك من يعانون من إعاقات في الولايات المتحدة واحد من كل أربعة أشخاص لديه إعاقة من نوع ما. لدينا أكثر من 12 مليون شخص يعانون من إعاقة لها علاقة بالبصر، إما مشاكل في النظر أو عمى كلي، فالتفكير في محاولة التواصل مع أولئك الأفراد من الناخبين، وكيف ستفعل ذلك، ليس شيئاً لابد أن يكلف أموالاً طائلة. وإنما يجب أن يتم التفكير فيه بإمعان. وذلك إضافة إلى أمور مثل: هل سنعرض موقعنا الإلكتروني باللغة الإسبانية أم لن نفعل؟ هل سندير حملة على تويتر باللغة الإسبانية إضافة إلى اللغة الإنجليزية؟ هل توجد لغات أخرى نريد أن نتواصل مع المتحدثين بها من الناخبين أم لا؟ وهذا مما يلفت انتباهي هو أين وأنا أنظر إلى المؤسسات والشركات القائمة؟ إنها تحاول حقا توسيع النطاق. وهذا ما اعتاد المواطنون العاديون رؤيته والتفاعل معه وعمله ومرشحون لا يواكبون ذلك هذا أمر مدهش إذا كانت الشركات تفعل ذلك فلماذا لا يفعل المرشحون ذلك بنفس الوتيرة؟ دعني أقول لك إنه أولاً لا تفعل كل الشركات ذلك الشركة بدورها تواجه صعوبات لذا لأكون واضحة جداً ليس هناك من يحسن القيام بذلك قد عملت مع بعض الشركات المتقدمة حقاً التي تعتقد أنها قد أحسنت القيام بذلك وما أزال أخلص إلى أنها ليست على المستوى المطلوب فيما يخص إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة أو ربما خدمة جماهيريا عبر الهواتف المحمولة في الواقع أخبرتني أحدى زميلاتي قبل أيام إنها كانت في رحلة إلى أوروبا وكان اتصالها من نوع توجي فتعذر عليها الوصول إلى بعض المواقع الإلكترونية الأمريكية الأساسية لشركات كبرى إذن ليس هناك من يحسن القيام بذلك بعد ولكنني اعتقد ان خطى المرشحين بطيئه للغايه في مواكبه ذلك، انها تقارب سرعه الحلزون، واعتقد ان السبب الرئيس لذلك هو انهم يركزون على المدى القصير. الكل ينشئ الموقع الالكتروني ويدير الحمله على تويتر ويوتيوب، وهذه نظره قاصره، انهم ينظرون الى الدوره الانتخابيه القادمه ولا ينظرون الى ما وراء ذلك، ولا ينظرون الى الرسائل الاساسيه التي تستمر مع الكل على المدى البعيد، واعتقد اننا قد تهاونا معهم قليلا. في حين انه لا ينبغي ان نفعل، ومن ثم اعتقد ان للمساله شقين هنا. العالم الرقمي وجمع التبرعات. اجل انه موضوع ساخن. هو موضوع ساخن، ما هو السر هنا؟ كيف يمكن لمرشح ان يستخدم العالم الرقمي بذكاء لجمع تبرعات كثيره؟ اعتقد ان هناك امرين يجريان هنا، جمع تبرعات كثيره ومن اين تحصل على مالك، هذا هو لب المساله، اليس كذلك؟ يمكنك في الواقع كما رأينا سابقا حين ترشح باراك اوباما للرئاسة، تمكن في الواقع من تنظيم حملة شعبية اعتمادا على التبرعات الصغيرة. بدأنا نرى مرشحين كثيرين يحاولون تقليده في ذلك. في بعض الحالات مثل بيرني ساندرز نرى في الواقع نهج التمويل الذاتي. إذا الأمر يتوقف على الطريقة التي تراهن عليها الحملات نفسها وتتحوط بها للمستقبل. الأمر الذي يهمني هو متابعة الجانب الرقمي ورؤية قدرة المرشحين على بلوغ الشوط الأخير. يسهل أن نقول سنضع استمارة لجمع التبرعات على موقعنا الإلكتروني، ولكن ماذا يحدث حين تصل إلى استمارة جمع التبرعات وأنت في الجزء الإسباني من الموقع الإلكتروني حيث كل شيء مكتوب باللغة الإسبانية لتجد فجأة أن الاستمارة مكتوبة باللغة الإنجليزية لأنهم لم يترجموها لأجل تلك الخطوة الأخيرة. أعتقد أن هذه ليست مجرد مسألة تخص الحساسية وتحلي بالعملية حيال المعايير الثقافية. ولكن أعتقد أنها تثير نفور كثير من الأشخاص الذين قد يتطلعون في الواقع إلى التبرع بخمسة دولارات أو عشرة دولارات إلى آخره من الشيق أنك تشيرين إلى جيل الألفية لأنني أردت أن أسألك كيف يمكن للمرء أن يترجم الحماس الرقمي إلى حماس على أرض الواقع ففي نهاية الأمر لا يفوز المرشح إلا لو ترك شخص ما جهاز الكمبيوتر وذهب إلى صندوق الاقتراع هذا صحيح أبنائي ينتمون إلى جيل الألفية ودفعهم في الواقع إلى ترك جهاز الكمبيوتر وعمل شيء ما هو تحدٍ في حد ذاته، كيف يمكن لمرشحٍ أن يدفعهم إلى ذلك؟ هذه نقطةٌ مهمة، وأعتقد أن هناك بضع خطوات بين النهوض من على الأريكة والذهاب إلى صندوق الاقتراع. أعتقد أن المرشحين الأذكياء لن يكتفوا بدفع الأفراد إلى الذهاب إلى صندوق الاقتراع، وإنما سيحملونهم على الخروج والمشاركة في الدعاية لهم. رأيناهم من اسميهم المبشرين اشخاص يخرجون ويحكون القصه نيابه عنك وانا اقدر حقا ذلك الجانب وهنا نرى قصورا في الحملات ان هذه في الواقع مهمه جسيمه لا على المستوى القومي وحسب وانما على المستوى المحلي والطريقه التي يمكن للافراد بها فعل ذلك هي اثاره حماس جيل الالفيه حيال قضايا بعينها والتواصل معهم حيث اعتادوا مقابله الناس وحيث يريدون في الواقع ان يتفاعلوا وذلك في النطاق الرقمي ولكن الأمر المدهش أن هذا لا يتم عبر القنوات التي قد تتوقع أن تسمع عنها من بين ما كنت أفعله ولي ابن يبلغ من العمر أحد عشر عاما بهذه المناسبة وحين قلت إنني سأجري بعض الأبحاث حول هذه الحملات وسأستخدم سين كناية عن سناب شات أجاب قائلا أم أمي ليس هناك من يستخدم سناب شات في الحملات فعدت وقلت آه عندي لك مفاجأة يوجد واحد على الأقل يفعل ذلك ولكن هذا يدلك حقا على طريقة تفكير الناس، وإذا نظرنا إلى جيل الألفية فإنهم لا يكثرون حقا من استخدام تويتر، في حين أن تويتر هو أحد المواقع الأساسية التي تستخدمها الحملة اليوم. وعدد أكبر من القوم يتواجدون على فيسبوك، وعدد أكبر يتواجدون في الواقع على انستغرام، ومن الشيق بالنسبة لي أن أنظر إلى ذلك وأقول: أتعرفون؟ لا يتواجد الكل في كل مكان، وأعتقد أن ثمة خطأ. لاننا حين ننظر الى التنوع في الولايات المتحده ونفكر بشان كل الاشخاص الذين يلزمك دفعهم الى الذهاب الى صندوق الاقتراع تجد انه يلزمك التواجد على فيسبوك وعلى انستغرام ويلزمك التواجد على لينكد ان لتخاطب الاشخاص من جيلي يلزمك التواجد في كل مكان ويلزمك ان تتواجد بشخصك وان تكون في المحطات الاذاعيه وفي الصحف ويلزمك ان تثير حماس الكل ويلزمك ان تحكي قصه متناسقه لتفعل ذلك وهذا هو الجزء الشيق بالنسبه لي على الاقل انه لا يتم امعان التفكير في تلك الاستدامه وتلك المشاركه وبناء الثقه فردا لفرد الذي تجيد الشركات عمله اذا فكرنا في شركه كوكاكولا مثلا فاتحداك ان تجد شخصا حول العالم لم يسمع ابدا عن كوك او كوكاكولا او يرى شعارها ولا يرجع ذلك إلى أن مسؤولي كوكاكولا يجلسون في أتلانتا وجورجيا وينشرون التغريدات بانتظام وإنما يرجع إلى قيامهم بالدخول إلى كل ما أمكنهم من وسائط وعملوا على إشباع السوق وما حاولوا أن يفعلوه هو التواصل فردا لفرد في كثير من الدول الأخرى خاصة روجوا لحملات إعلانية بالأسماء الأولى للناس لا أعرف إن كنت قد شهدت تلك الإعلانات من عدمه وحين ننظر الى ذلك النوع من الحملات الشخصيه التي تخاطب الافراد فردا لفرد لا نرى ذلك مع مرشح اليوم واعتقد انهم يفوتون الفرصه السانحه هنالك. حسنا حين نعود بعد الفاصل سنتحدث عن اي المرشحين قد تبينوا حقيقه الامر ومن لم يفعلوا وماذا يفعل خصومنا خاصه الروس لتقويض كل ما ناقشناه بعد قليل. مجددا ضيفتي اليوم هي كريستينا بودنار تملك كريستينا خبرة عشرين عاما من العمل كاستشاري تكنولوجي للسياسة الرقمية والسياسات مع خبرة عميقة بعملها في كل من القطاعين العام والخاص وهذا يشمل بعضا من أكبر الشركات في العالم وأكثرها ابتكارا وهي مؤلفة كتاب قوة السياسة الرقمية دليل عملي لتقليل المخاطر وتعظيم الفرص لمؤسستك إذا بالحديث عن المخاطر أجل لدينا بعض الخصوم الذين يريدون استغلال هذه التكنولوجيا الرائعه الجديده لتقويض ديمقراطيتنا، كيف يفعلون ذلك؟ وما الذي يمكننا عمله لمنعهم؟ الديمقراطيه لها دائما خصوم، اذا فكرنا في ذلك، والكل يركز جدا على الروس، ولكن هناك غيرهم، وهذا يشمل الصينيين وغير ذلك من الحكومات، اضافه الى الكيانات غير الحكوميه. فهم جميعا يهتمون بالاخلال باسس الديمقراطيه، وتحريف الرسائل التي يطرحها المرشحون خاصه. إذا المخاطر كثيرة كما قلت، والأمر يتجاوز نطاق الأخبار الزائفة والمضللة، إنه يصل إلى حد اختراق البيانات وسرقة المعلومات وتحريف الرسائل من ذلك المنظور. والمثير في الأمر أنه لا ينتبه إلى ذلك عدد كافي من الحملات. أعتقد أننا كدولة تحدثنا كثيرا عما فعلته روسيا في الدورة الانتخابية لعام 2016. لم نعد أنفسنا على حد اعتقادي. إعدادا كافيا لدورة عام 2020 وأنا أقول ذلك لأن الأمر لا يقتصر على ما نفعله على مستوى الحكومة، وإنما يتعلق بما نفعله كمجتمع لتثقيف الكل من منظور المواطنين. إنه يتعلق بما تفعله الحملات لتصير النزاهة جزءًا لا يتجزأ من تلك الحملات، ومن الرسائل ومن الطريقة التي يتواصل بها المرشحون، والحرص على بيان من هو مرسل الرسالة بوضوح شديد، وكيف يتم التعبير عن تلك الرسالة، وتمكين الأفراد من إدراك الأمر متى تعرضت تلك الرسالة للتحريف، ومن ثم اعتقد انه اكثر من ذي قبل يتم في الواقع استخدام الوسائل الرقميه للتسلل ولتحريف الرسائل وافسادها ان صح التعبير وللتسبب كذلك بتحويل التركيز او عدم التركيز ان جاز لنا ان نقول على المجالات التي ينبغي ان نتحدث عنها من في النهاية هو المسؤول عن حماية انتخاباتنا؟ هل هي لجنة الانتخابات الفيدرالية؟ هل هو مكتب التحقيق الفيدرالي؟ هل هي الحملات الفردية؟ من الذي تقع على عاتقه هذه المهمة؟ ومن ينبغي أن يدفع كلفة ذلك؟ إنها مهمة الكل لنبدأ بذلك إنها مهمة الكل ويقول الناس نحن لا نملك حقا آلية لذلك وهذا خطأ في الواقع وهو غير صحيح توجد آلية لضمان عدالة الانتخابات لقد وقعت الامم المتحده على معايير تضمن عداله الانتخابات والمجموعه الاوروبيه متمثله في منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه قد وقعت على معايير الانتخابات نحن انفسنا قد وضعنا معايير لعداله الانتخابات وبالتالي هذه المعايير لها وجود اعتقد ان المشكله اننا لم نترجم ذلك الى العالم اعتقد ان المشكله اننا لم نترجم ذلك من العالم التناظري الى العالم الرقمي اشياء مثل كيف اتاكد من هويتك حين تجيء للادلاء بصوتك ستقدم رخصه قيادتك بالطبع ولكن فيما عدا ذلك قد يكون اخوك التوام هو من يدلي بصوته نيابه عنك او شخص يشبهك اعتقد اننا يلزمنا ان نقوم بعمل افضل بكثير لتتوفر لنا هذه القدره ولارساء قيم النزاهه في العمليه الانتخابيه من هو المسؤول ومن ينبغي أن يدفع كلفة ذلك؟ اعتقد أنها مجموعة في جهد جماعي لا يمكن أن أكتفي بقول آه إنها الحكومة إنه مكتب التحقيقات الفيدرالي إنها الانتخابات كلا إنها مسؤولية الكل الأمر يتعلق بتثقيف المواطنين كل يوم وتعريفهم مجددا بماهية التصويت الذكي وكيف تثقف نفسك في الواقع وتتعرف على القضايا كيف تحافظ على تركيزك؟ حين يكون هناك في الواقع من يتلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي ويحاول أن يحول تركيزنا وربما يبدأ حملة من الأخبار الزائفة أو ربما يحول انتباهنا عن الحوارات المهمة الأمر يتعلق بيقظة مكتب التحقيقات الفيدرالي ووعيه بماذا ومن يتلاعب وفي أي الأوقات إنه يتعلق بإشراك دوائر استخباراتنا ويتعلق بالعمل بالشراكة مع دول أخرى ومع الأمم المتحدة ومع مؤسسة الشبكة العنكبوتية العالمية ومع الكل. وبالتالي أعتقد أن الأمر المهم أنه ليس لدينا آلية حوكمة عالمية مطبقة اليوم لعلاج هذا الأمر. ونحن نرى ذلك في المجالات كافة، ليس فقط في الانتخابات، وإنما في أنظمتنا المالية إلى آخره. ومن ثم ما لم ننضج ونبدأ في الواقع في النظر إلى سبل الجمع بين الكل وبين كل الأطراف الفاعلة فاننا لن نلقى فقط صعوبه في ضمان الحوكمه والديمقراطيه لبلدنا ونظامنا الانتخابي وانما سنواجه ايضا مشاكل تتعلق بمن يدفع كل ذلك لاننا بذلك نكون كمن يهدر المال وندور في حلقات مفرغه بشان امور لن تكون نتيجتها في صالحنا حسنا اود ان اسالك لنلقي نظره اقرب على على مرشحينا لعام 2020 لدينا جمهوري واحد وخمسة وعشرون ديمقراطيا أولا كيف حال عالم الرئيس الرقمي أقصد أنه يعشق التواجد إنه على تويتر حقا يفعل بشكل عام ما هو مستوى أداء الرئيس في هذه المنافسة الرقمية؟ الأمر شيق لأنه حالة خارجة عن المألوف بالنسبة لنا جميعا على حد اعتقادي لقد تمكن في الواقع من التحدث مباشرة إلى جماهير ناخبي بلغة واضحة جدا عبر تويتر ومما يلفت انتباهي اننا حين ننظر في الواقع الى اشياء مثل موقعه الالكتروني نجد العكس تماما لقد اجريت بعض الابحاث عالمه اني ساشارك في حلقه اليوم ولن اخوض في كل التفاصيل ولكن ما ساقوله هو انني حين طلعت موقعه الالكتروني مثلا وقيمت في الواقع الجزء المتعلق بالايديولوجيه والرؤيه قلت حسنا اي مستوى من اللغه الانجليزيه استخدم لكتابه هذا المحتوى لانني اعتقد ان هذا سؤال عادل Christina: Many of my editorial messages have drawn on my personal experience, something I learned at college, for example, or something I learned as a parent. So much of life is an opportunity to take those personal experiences and apply those lessons to politics and the world around us. So too, with death. My wife died a couple of weeks ago. She had cancer for five years, and she lived about four years longer than most doctors thought was possible. And she lived those years fully, joyfully, and with a zest for life that was contagious. We met at college 37 years ago, and we essentially grew up together. Her death leaves my three sons and me with holes in our hearts that are bottomless pits. Death is a universal phenomenon, of course. It may happen much too soon, as in Jenny's case, but it happens to us all. And it was that way, as something that happens to us all, that so many people came to her funeral to mourn her Jews, Christians, Muslims, people of deep faith, and people with no faith at all. I learned that the practice in my religion, Judaism, is strikingly similar to the practice. Of most people watching this show, Islam. We both sanctify the dead body through ritual cleansing. We dress the deceased in simple white cloth. We bury the departed as quickly as possible. We welcome mourners with a meal and stay with them for a week. We say prayers over our closest family members for many months to follow. At the heart of all these rituals is something else that is common across religions. Not just respect for the dead, but a commitment to care and love for the living. Now, of course, not everyone in any religion adheres to these principles. My faith has its share of people who fall short. You're probably familiar with those in your faith who fall short, too. In our complex world, it is simplistic and naive to say that we're all the same. We aren't. But that's because people are all unique, each comprised with his or her exclusive one-of-a-kind genetic makeup, not because our faiths teach fundamentally different ideas. And that's a lesson that applies as much to the wider world of politics and strategy as it does to the deeply personal moment I have just gone through. Bahada nasilu nehe tatahilhalkam in Badanamage Washington, if the canet a daykum eestafsarat, oh t'ali kat. حول هذه الحلقة وخاصة حول ما للتكنولوجيا من أثر على نظامنا الانتخابي أرجو أن تتواصلوا معي عبر تويتر على هاشتاغ Inside Washington أو أن ترسلوني مباشرة على @RobSatloff. سأراكم الأسبوع المقبل وإلى أن ألقاكم شكرا لكم وإلى اللقاء.